بلاي نحكي عن انتقالات اللاعبين في تونس. الميركاتو مازال متواصل دارتك كل يوم كنحاولوا نجيبوا لاعب انتقل للفريق جديد خاصة في البطولة التونسية. نحكي معاه على انتقالاته ومن تجربة جديدة. اليوم لاعب تقريبا عدى أغلبية مسيرته الرياضية خاصة في القسم الأول مع نادي نجم المتلوي، وفي المكتوب اليوم مع نادي نجم المتلوي تحول الفريق آخر اللي هو اتحاد تطاوين. على كل معنا بالتليفون زياد البكوش اللاعب اللي نحكي عليه. زياد أهلا بيك. اهلا بيك خويا سلام، شو احوالك؟ اي شنو الامور؟ لاباس والله، يسد في الليل الحمد لله. الحمد لله. دونك كما كنت نحكي زياد، الحمد لله عايش خويا. دونك مبركولك اول حاجه التجربه الجديده ليك والكونترا جديد مع اتحاد تطاوين. عايشك الله يخليك خويا، ان شاء الله نكون عند حسن صديق اهالي تطاوين في التجربه الجديده ذي. ان شاء الله نكون عند حسن ظن خويا سلام، وان شاء الله نكون عند حسن الثقه نتاعهم. دونك فريق اتحاد تطاوين اغلب مسيرتك عايد اي مانيش غلط في نجم المتلاوي، ما لعبتش فرق اخرين خاصه في الفتره الاولى. عندي 7 سنين خويا، ماكش غلط، عندي 7 سنين في نجم المتلاوي، كتبت برشا تاريخ غادي. ما رابطه ثانيه ولا لا؟ اول عام في الرابطه الاولى يعني ما معهم. واضح خويا، عندي ما يقارب فوق ال 160 ماتش مع نجم المتلاوي. بونتويت عندك ارقام ولا؟ عندي ما يقارب 34 هدف، وعندي ما فوق ال 40 اسيست. ما شاء الله، معناها القاب محترمه جدا، معناها ملي كادر في الفريق. وليد كيفاش تحكم عليه المسيره الساعه في نجم متلاوي كانت زياد؟ على حسب ما نشوف فيني خويا سلام، نعتبرها مسيره ناجحه بشهاده الجميع، يعني مانيش نحكي على روحي، معناتها نشكر في روحي ولا حاجه. نتصور حتى جمهور المتلاوي يحبك برشا وعندك مكانه خاصه عندهم. الحمد لله، اقسم بالله خويا سلام، ما غير كذب، ما غير حد شيء. فما شكون طلبني بعد ما خرجت ماشي لتطاوين في الطريق، يبكي لي في التليفون، قال لي اخويا راك برسني، راك عزيز علينا، برشا كلموني، برشا باركولي، وبرشا متاسفين وخليتهم غادي في المتلاوي، معناتها حزانه كما نقولوا احنا. يقول قايل زياد علاش بعد 7 سنين وفات التجربه اليوم؟ خويا سلام والله شنوش نحكي لك، هذايا موضوع كبير برشا. بعد 7 سنين اخويا واحد عاش كما نقولوا، عاش الباهي والخايب غادي، والباهي كما نقولوا اكثر من الخايب. خويا سلام عندنا ما يقارب توا عامين ماناش خالصين في نجم المتلاوي. عامين ما خذيتوش فلوس؟ عامين معناتها كما نقولوا معناتها بالمثل الشعبي، خذينا من الجمل وزنه. تفتوفه معناها. تفتوفه من الجمل وزنه، معناتها تشوف روحك معناتها مصاحب برشا فلوس وانت تاخذ ارجون بوش برسك يسمى. ما شكيتش معناتها ما طلبتش حقك؟ والله يا خويا ما نحبش نشكي، يعني عندي برشا معناتها ذكريات حلوه غادي يا خويا، ماذا بيا نفضها بالاميابل كيما نقولوا. ما نحبش نشكي معناتها بجمعيه شوف فيها برشا باهي. وعلى خاطر ناس زاد، مش على خاطر معناتها عندي مشاكل مع بعض الاشخاص. اي كتكلم مسؤولين. برشا فلوس خليت، ما يقارب 160 170 الف دينار. 170 مليون مستحقات عامين هذوما؟ مستحقات عامين خويا. كي تكلم مثلا رئيس النادي محمد الديناري، فما تواصل معاه؟ كلمته شنو قال لك؟ اني خويا سلام باش نكون صريحه معاك، في الماركات وضعي اني كنت ليبر. اي وفيها كونتراتو؟ وفيها كونتراتو. كلموني جمعيه المتلاوي خويا، قلت لهم راني عندي 6 اوفر وعندي زوز لبرا، 6 اوفروات في تونس، الاولويه راهي ليك انت النجم المتلاوي اللي هي جمعيتي، مش مبجله على الناس الكل. خويا طلعت بحذاه للمتلاوي، قعدت ما يقارب 5 ايام في المتلاوي غادي، تقابلت معهم ما لقيناش حتى حل، اللي هو حل معناتها عطيتهم خويا سلام الحلول الكل، جيتهم اللخه عطيتهم اللي يرضيهم، هو ما حبوش. اللي هما توا يحكيوا على زيد البكوش في المتلاوي، اللي هو خير معناتها باع نجم المتلاوي على خاطر الفلوس، واللي هو ماهوش صحيح خويا. اني توا عندي 7 سنين غادي، عندي عامين مانيش خالص. هو حتى كان صحيح زياد، هذا حقك، ظهرلي كره احتراف اليوم، كره فلوس، وين تلقى راحتك، وين تلقى نصور لوفر الاكثر، تقعد تصور ما غادي هذيك معناتها خدمتك كيما نقولوا ولا؟ نعرف خويا خدمتي، اني معناتها عطيتهم هما الاولويه اليوم، هما للنجم المتلاوي. قلت لهم اخويا اني عندي اللي زوفر تحتي، اما اني مش مبجل النجم المتلاوي على الناس الكل. وبعد اذا اخويا كان فهمنا مرحبا، ما تفهمناش نشوف اموري وقتها. اي صار قد ما يقارب 5 ايام جيت نحكي معاهم اخويا،
الرئيس قال لي لنعطيك شيكات، لنعطي اعتراف بالدين، لنعطي ترونش. اللي هذا نحكي في مستحقاتي القديمه، جديد ما طلبت بحد شيء. معناها قلت لهم نصحح وما ناخذش حد شيء في جديد. كيكا؟ ما ناخذ حتى فرانك ما قلت له في جديد. ورضيت بالكونترا اللي حطه هو اللي معناتها في جديد، مي قلت له خويا مستحقاتي القديمه ماذا بيا تعطيني يا خويا ترونش محترمه، مانيش طالب برشا يعني ترونش. والله يا بال خويا سليم معناتها مش نحكي بالفرش. خويا قلت له يعني ما حتى 30 ترضيني. حتى 30 من 160 معناها قلت له. قلت له اعطيني 30 مليون وخويا والباقي شوف لي كيفاش معناتها تعطيني اعتراف بيدين ولا دي شيء. قال يا خويا ما نعطيش دي شيك، ما نعطيش اعتراف بيدين وما نعطيش فلوس هكا. اخويا قلت له هكا شوف انت شفت انت. قال لي هكا. قلت له قال لي شوف اعمل رايك وارجع لي. على شنو باش تعمل رايك؟ هو باش تلعب بلاش يا اخي، في شنو باش تعمل رايك؟ اخويا فما برشا كلام لازمني نستحفظ بيه روحي توا مش وقته. اما فما برشا كلام اخويا برشا 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 خليني نستحفظ بيه روحي بور لو مومون. فهمتك. مشيت شكيت قدمت شكوى على فلوسك؟ ما شكيت حد شيء وما عملت حد شيء وما عملت حتى خطوه خويا سلام حتى نشوف حل معاهم بالتراضي. وماذا بيا اني كيما معناتها دخلت من الباب الكبير نحب نخرج من الباب الكبير اكثر العقل. ان شاء الله. باهي نحكيو شويه على اتحاد تطاوين. زياد شنو الاهداف نتاعك في الموسم القادم مع اتحاد تطاوين، سواء ليك انت شخصيا اهدافك الشخصيه والا حتى للفريق بصفه عام؟ خويا والله مش نقول لك اني راني اني انسان رباح، اني في في في, في المستطيل الاخضر انسان رباح، معناتها ما نحسبش اللي عندي نحطه. سواء كنت في المتلوي نعطي في اللي فور هذاك بحول الله تلقى اللي فور هذاك ولا اكثر منه مستقى في الاتحاد التطاوين بحول الله. وصلوك تيزوف الاخرين قلت لي زياده، منين وصلوك العروض؟ عندي اخويا عندي سي سوفر في تونس، عندي اوفر في العراق، وعندي اوفر في ليبيا. خيرت اني نقعد لهنا بحذا عائلتي بحذا مرتي وولدي اخويا، وحبيت نقعد بحذا دارنا معناتها. حبيت نقرب نقعد في تونس، ما حبيتش نغادر التراب التونسي باش على برشا مشاكل وبرشا حاجات. نتصور برشا فلوس، نتصور خاصة البرا ما فماش مقارنة بين الفلوس غادي ولا في تونس ولا؟ خويا سلام والله ولا موضوع كبير، خاطر توا الجوار التونسي طيح السوق البرا فيها غريبة. ولا برشا حاجات خويا سلام، حاجات تضحك ولا؟ معناها ملاعبين اللي ترضى باللي يجي؟ ترضى باللي يجي، ترضى ب 25000 دولار و 30000 دولار. في ليبيا هذا في ليبيا نصور مش في السعودية ولا؟ ليبيا وفي السعودية وبارتو خويا. فما شكون يمشي ب 25 غادي؟ أقسم بالله فما شكون يمشي. نسوي الانديه نتاع قسم الثالث ولا حاجه مش نتاع الدرجه الثانيه؟ الدرجه الثانيه في السعوديه وفي في الدرجه الثالثه في السعوديه، فما بيت تمشي ب 25000. واضح. يعطيك صحة زياد، شكرا على تدخلك معنا، بالتوفيق ان شاء الله ليك مع اتحاد التطاوين. خليك لو كان تحب كلمه جمهور متلوي كيف كلمه جمهور التطاوين كان تحب. عايشك خويا سلام. نحب نقول للأحباء نجم المتلوي اوقفوا لجمعياتكم بالرسمي، اوقفوا لجمعياتكم راهي ما تستاهلش هي وين مش توصل له توا. اللي حاسب ما شوف تاني في الخمس ايام اللي قعدتهم في المتلوي بالرسمي جمعيه ماشيه في العفس. اوقفوا لجمعياتكم، كانكم بالرسمي تحبوا جمعياتكم ديما معناتها في الناسيونال، اوقفوا لجمعياتكم. بالنسبة لأهالي تطاوين وأحباء تطاوين قلوا لهم بحول الله ما تراو من زيد بكوش، كان الخير وكان العطاء ونشكرهم برشا على حسن الثقة اللي عطاوها لي ليا، وإن شاء الله أكون على قد ثقتهم بحول الله. برشا انتدابات قايمة صارت زياد في تطاوين. الحمد لله ما فيهم ماني معناتها اختاروني برمي اللي جوار اللي سمعت بيهم مشاو غادي. نجم نقول كان معناتها ان شاء الله نعملوا موسم استثنائي مع الاتحاد ان شاء الله، مش لازمنا برشا خدمه وبرشا عزيمه باش نحاولوا معناتها ديما نحطوا الاتحاد معناتها في مراتب مخير ان شاء الله. يعطيك صحه زياد، شكرا لك وبالتوفيق ان شاء الله في تجربتك الجديده مع نادي اتحاد تطاوين. شكرا. كان هذا اللاعب زياد البكوش حمزه، مكملين في فير بلاي حتى الخمسة عشر. موسيقى شانج وبعد مكملين في فيلم.